السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور الله دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي مباشرة ندخلوا الموضوع، هو المنتخب الوطني لكرة اليد ومشاركته في مونديال مصر. خاوتي قبل ما نبدأ ونتمنى ان شاء الله بربي يوفقهم في هذه الخرجة، مع العلم ان المجموعة تبان في المتناول رغم ظروف المنتخب الوطني الجزائري، وشفناه كيفاه الغاء مقابلتين وديتين في البحرين لظروف اولا الصحيه، ثم البيجي كبير اللي انت لازم لهم طلبوا برحله خاصه وما توفرتش لا اعرف لماذا، لكن رفضوا باش يسافروا لمده 36 ساعه، وهذا من حق المنتخب ومن حق المدرب آلان بورت. وهذه كما احنا نقولوا هذه سبب رجوع كره اليد الجزائريه. كي تشوف مصر النيفو تاعها وين راه، وتشوف تونس رغم رجوع كما احنا نقولوا تأخرت في الآونة الأخيرة، لكن كي تشوف نحن بستة تاع لي كوب، وتشوف تونس بتسعة، وتشوف مصر يعني كذلك تفوقت علينا بزاف، تغيضك عمرك تغيضك عمرك. لكن المهم احنا كأس العالم ليس كأس إفريقيا، كأس إفريقيا ربما يوجد ثلاث منتخبات هي المسيطرة، تونس مصر الجزائر، وبدرجة أقل المغرب والكونغو والكوت ديفوار، لكن لا يهم لا يهم، احنا المهم المشاركة، وتكون مشاركة فعالة وإيجابية رغم الظروف رغم الظروف. وهنا تشوف خاوتي نروحوا للقائمة والمقابلات، غادي نلعبوا في الكاتونز خاوتي في الكاتونز نلعبوا كونتر المروك، في الساز نلعبوا كونتر ايسلندا، وفي الديزويت نلعبوا كونتر بورتغال. الحمد لله ما طحناش مع منتخبات كبيرة خاصة أوروبا الشرقية وكذلك فرنسا فرنسا وألمانيا وهذو الحمد لله. المهم عندنا ثلاث منتخبات ان شاء الله يكون التأهل، ان شاء الله يكون التأهل. نروح خاوتي السبت نلعبوا كونتر ايسلندا، والاثنين كونتر البرتغال، وغدوه ان شاء الله باذن الله كونتر المغرب. خاوتي نشوفوا قائمه اللاعبين، عبد الله بن مني، غضبان خليفه، يحيى زاموش، عبد القادر الرحيم، عبد الرحيم برياح، حاج صدوق، ايوب عبدي، مسعود بركوش، هلال إلى نور الدين، هشام خاوتي هشام داود، مختار كوري، أسامة بوجناح، رياض شهبور هذا قديم، رضوان شاكر، زهير نايم، علاء الدين حديدي، هشام كعباش، رضوان عريبي، عقبة سعيد، إضافة إلى المدرب آلان بورت. والحاجة مليحة المساعدين هما طاهر لابان كذلك هشام بودرالي، ان شاء الله هما اللي يقبضوا المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي اسماء القائمه النهائيه كما راكم تشوفوا في لافيش. قبل ما ينتقلوا لمصر كانت هناك كما احنا نقولوا لفته من وزير الشباب والرياضه خالدي، وكان استقبلهم وطرحوا له عده مشاكل وقال لهم رانا في دعمكم، لكن هي وقفه ايجابيه، لكن هذا غير كافي لكره اليد الجزائريه، غير كافي غير كافي اطلاقا. شوف تايا ظروف المنتخب الوطني، هذا منتخب وطني، فما بالك بالمنتخبات الاخرى، فما بالك بالانديه الوطنيه، كارثه كارثه. كي تشوف تا ملاير وهذو الشركات يا خويا، عطيتهم شركات، عطيتو للفوت شركات، هذه شركات فاني تواسع للرياضات الجماعيه والرياضات الاولمبيه الاخرى. علاه تايا مثلا شركه ما نقولو احنا نتذكرو اكس تعطي مثلا 100 مليار في العام ولا 50 مليار في العام، مكاش 10 ملايين لباقي الرياضات، علاه؟ علاه هذا الواسمو؟ نورمالمون أي شركة وطنية تساهم في أي نادي جزائري لازم هذا النادي يكون على الأقل عنده خمسة ولا ستة تاع كيسمو خوتي تاع رياضات، سواء جماعية سواء أولمبية. وهنا تطور العالم، تا بار إكزومبل عندنا مش عارف شحال من شركة وطنية، رانا عندنا في بلوزداد، في بلوزداد عندنا اتحاد العاصمة، كذلك مولودية الجزائر، عندنا الثورة، عندنا قسنطينة، هادو شركات نورمالمون هادو تفرض عليهم خمسة إلى ست رياضات جماعية، والبيزي اللي تعطيه الشركة مثلا تعطي 60 أو 70% لكرة القدم، نقولوا 60% لكرة القدم، 40% لباقي الرياضات. وهنا يتطور نادي كرة القدم ويتطور معه باقي الرياضات، لكن نقعد نشوفوا في مثلا البيجي كامل لكرة القدم هنايا كيف يتطوروا الألعاب الأخرى، كيف الوزارة الشباب ما عندها ما دير، وزارة الشباب ما عندها ما دير، خاطش علاه في أي بلدان النادي ما نروحوش بعيد، نروحوا مثلا لتونس ولا نروحوا لمصر، شوف تا الأهلي والزمالك
عندهم احسن اللاعبين، كذلك مقاولين العرب، الشرطه عندهم هذو الانديه الحكوميه او الانديه تاعهم، عندهم منتخبات سواء في كره السله سواء في كره اليد وكره الطائره، اضافه الى سكواتش وعده العاب اولمبيه. حنايا ما عدناش، حنا ما عدناش، عدنا المجمع البترولي بصح ما يكفيش، ده مجمع بترولي خاوتي تدي احسن اللاعبين وباقي الانديه يقعدوا كيما هكاك، سما كي تجي تربحهم كاع من بعد سيبهم. بصح كون مثلا انديه عندها مال وعندها درام وعندها بار اكزومبل ايكيب تاع هون ما تفرجش في اللاعبين تاعها، تكون المنافسه شديده بين الانديه وهنا يظهر الاحسن. وحنا عندنا مقومات نكونوا من احسن المنتخبات العالميه، عندنا مثلا، وهنا كي تجي تشوف يعني خماج كبير خاوتي. نورمالمون هادو الرياضات يبداو من الرياضه المدرسيه، لازم في الرياضات المدرسيه عندهم مثلا قاعات رياضيه في اي ثانويه ولا اي ليسي او سيام خاوتي، عندهم قاعه رياضيه على الاقل. ديك القاعه الرياضيه فيها مجموعه من الرياضات، ما نديروش فيها الفوت، خاطر الفوت كاين انديه، مع اني انا مع الفوت، لكن نقولوا احنا الفوت يتكفلوا به الانديه، لكن هذه الرياضات لازمها دوره مدرسيه، مثلا في كره اليد، كره السله، كذا. ومن هنا تنطلق هذه الروح تاع تنميه الرياضات. بصح كلشي خاسر، احنا ما نطلبوش، هذا من المستحيلات باش نشوفوا هذه، باش نشوفوا احنا دورات رياضيه في المدارس، ربما من المستحيلات. لكن على الاقل، على الاقل الشركات هذو اللي كلاب اللي عندهم شركات، يا اخي تشاركه وطنيه، تقول وطنيه هذو فيني لاعبين ورياضات وطنيه. أومو مثلا عندك 70% الفيتو تعطي 50 مليار لمنتخب لنادي شباب لنادي كره القدم، اعطي يا خويا 30 مليار ليهم و20 مليار واجب تخلص بهم اللي يسموه لاعبين كره اليد، توفر لهم كل الاحتياجات، توفر لهم تربصات، توفر لهم، ما يطالبوش بزاف هما، ماشي كيما كره القدم. مع العلم ان ربما فريق كرة اليد وكرة السلة يجيبوا أكثر ما يجيبوا لي جوار ميداليات ومشاركات وكذا. تشوف احنا مشاركات كأس العالم في المنتخب الوطني ما شاء الله، كأس إفريقيا ما شاء الله لكرة اليد، وهنا تشوف الفرق. وحنا اللاعب المحلي ما عطانا والو، ما ربح كوب دافريك، ما ربح كذا كذا. لهذا هنا التمييز، وهنا سوء التسيير، سوء التسيير بزاف. وانا واحد يقول لك شباب وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه ما دير والو خاوتي، ماش الدور تاعها سير الوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنيه، لكن وتنميه الرياضه بصفه عامه. لكن هنا لازم تكون اراده سياسيه الدوله، مثلا وزاره الشباب والرياضه ما تعطيش راسك شركه وطنيه وتقول لها مثلا ما عندهاش السلطه الكافيه، تقول لها مثلا البيجي اللي تعطيه مولوديه الجزائر أو أو, او 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 اي نادي اخر، يا اخي دير 40% لباقي الرياضات. وهنايا هذا هو عدم التوزيع العادل للاموال. تاهي فريق كره قدم يدي 50 حتى 100 مليار في العام، وباقي الرياضات ما يدوا والو. لهذا ان شاء الله بربي تتغير الامور وتتغير منهاج الدوله، خاصه الشركات الوطنيه اللي تدعم الانديه، ويديروا اي نادي خاصه في القسم الاول يكون عنده مثلا فريق كره يد، فريق كره سله، فريق 20 مليار تكفي فريق كره يد، كره سله، وكره طائره، اضافه الى بعض الالعاب الفرديه تكفيهم 20 مليار. 20 مليار في العام بالك تكفيهم، بالك تكفيهم، خاطر كي تشوف تايا 100 مليار كرة القدم، 20 مليار تجيب بها شحال من لعب وتنمي بها الرياضات الاخرى. مثلا كرة اليد بالك تسيبها مسكين يخلص 5 ملايين في الشهر ولا 10 ملايين ولا، وكرة القدم تسيبها 200 300 400 مليون، شوف الفرق كي داير، وتسيب هذاك خير من هذاك في الانجازات في كل شيء. هنايا تشوف الدوخ. احنا المهم من كل هذا خاوتي نتمناو من المنتخب الوطني الجزائري مشاركة تكون ايجابية رغم الظروف، انا نقول رغم الظروف، خاصة عندنا مواجهات في المتناول. لو كان مثلا تحضيرات المنتخب الوطني كبيرة وكبيرة وكانت في المستوى، كان هناك مقابلات ودية، كانت كذا كانت كذا، تربصات خارج البلاد إلى آخره، مشاركات في دورات مغلوقة نتيجة الظروف هذه الصحية وكذلك الكورونا اللي بلع تقريبا كل شيء، خاصة في الجزائر المجال الجوي تقريبا مغلق. لكن كان احسن مما كان الفريق الوطني يديروا له رحله خاصه. نورمالمون الفريق الوطني لكره اليد يروح للبحرين ويدير رحله خاصه ويشارك من البحرين يجي ديريكت لمصر، لكن هذه هي، هذا وجه حلبت كيما حنا نقولوا خاوتي. المهم هذا هو موضوع تاع نهار اليوم، تهلاو في رواحكم خاوتي، وحشيه نشوفوا في موضوع اخر، والسلام عليكم والسلام.